السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة إن شاء الله دائما وأبدا. حبايبي ما رح طول عليكم، رح نحكي اليوم عن موضوع التعديلات بالنسبة للجنسية الألمانية رح تتم بسنة 2022 إن شاء الله، تمام؟ يعني هاي التعديلات اقترحوها هلا وعم يدرسوها مشان بسنة بداية 22 ان شاء الله بدهم ينفذوها، تمام. بالاضافه في قرارات كمان جديده ودراسه عم يدرسوها بالنسبه لموضوع الاطفال اللي بيولدوا بالمانيا. يعني كل مين بيولد بالمانيا هلا رح يكون في له نظام جديد غير النظام القديم. وبالاضافه في كمان تعديل بالنسبه لموضوع الاقامه الدائمه، تمام. يعني اللي كان بيحصل على الاقامه الدائمه كمان كان في له شروط، كمان رح نحكي عن هذا الموضوع، وفي كذا شغله ان شاء الله رح نحكي عنهم، تمام. حبايبي اللي عم يشوف فيديو عندي جديد بالقناه، اذا انتم جداد بالقناه اشتركوا بالقناه واعملوا لنا لايك وشاركوا الفيديو لحتى يوصل لاكبر عدد ممكن من المشاهدات. يلا خلينا نبلش. هلا رح نحكي عن موضوع كتير مهم بصراحة بالنسبة لموضوع الأطفال يلي عم يولدوا بألمانيا. هلا بالنسبة لموضوع الأطفال اللي عم يولدوا بألمانيا، ألمانيا ما بتعطي جنسية للطفل وقت يولد بألمانيا، يعني مو مثل غير بلاد. هلا في بلاد مثلا تانية مثل مثلا أمريكا، وقت اللي بيولد عندها مثلا حدا بأراضيها بتعطيه جنسية فورا، تمام، لأنه انولد بأمريكا. هلا هون بألمانيا لا، وبأوروبا ما في هيك شيء، يعني انه موضوع بيعتبروا انه يعني ما بعرف شلون بيدرسوا وشلون بيفكروا بالموضوع هذا. فالولد وقت بيولد هون بألمانيا ما بيعطوه الجنسية، تمام. هلا في مقترح جديد بالنسبة لتعديل هذا القانون، يعني هلا اقترحوا انه الولد اذا بيولد بألمانيا رح يحصل على الجنسية الألمانية، بس في بند لازم يكون موجود. شو هو البند؟ البند يعني الولد ولد هون بألمانيا لازم يكون أبوه أو أمه، تمام، صار لهم عايشين بألمانيا أكثر من 5 سنين. يعني الولد ولد هون بألمانيا لازم يكون الأب أو الأم صار لهم عايشين بألمانيا من 5 سنين وطالع، تمام. بس يكون هذا البند موجود، إن كان مع الأب أو مع الأم وولد الولد هون بألمانيا بإمكانه الولد يحصل على الجنسية الألمانية أول ما بيولد، تمام. يعني كان من قبل يولد الولد هون بألمانيا يروحوا يعملوا له إقامة مثله مثل أبوه أو أمه، تمام، أو يعطوه بيان ولادة ويعطوه شو اسمه اللي هي أوسفايز، بتجي هيك خضرة، وبيجددوا له إياها كل 6 شهور أو كل سنة، تمام. هيك ليصير عمره 18 سنة هون بقى، وتصير عمره 18 سنة هو بيكون درس وتعلم اللغة الألمانية وصار عنده شهادات، وهون يعني تلقائيا بيحصل على الجنسية الألمانية. بس هلا رح يتعدل القرار بهذا الموضوع اللي قلت لكم اياه. يولد لازم يكون الأب أو الأم صار لهم أكثر من 5 سنين عايشين بألمانيا بيحصل الولد على الجنسية الألمانية. هذا المقترح اقترحوه وعم يندرس، وطبعا هي قرارات هلا اللي عم قلكم اياها ان شاء الله رح تتنفذ بسنة 22 اذا الله احيانا، تمام؟ تمام. هلا في عنا نقطة تانية، بند من البنود تبع شروط الاقامة في المانيا اللي هو جاست ابيتا جينيراتيون. هدول الجاست ابيتا جينيراتيون هدول اللي مثل ما بيقولوا العمالة اللي بيجيبوها من خارج المانيا. يعني مثل مثلا وقت ألمانيا من زمان وقت صار فيها الحرب والمشاكل وكذا، فصار بده أعمار البلد، فصار يجي مين؟ صار يجي من كل البلدان، من روسيا، من بولندا، من تركيا، من كل البلاد صار يجي عمال مشان ينهضوا بهي البلد ويساعدوا بهي البلد. فهدول الأشخاص كانوا وقت يجوا يعني ينطلب منهم شروط مشان يحصلوا على الإقامة. من ضمن هالشروط هاي اللغة، موضوع اللغة كان يطلبوا مثلا منهم انه بدهم البي اينز، لنفترض افتراض انه بدهم البي اينز، تمام. هلا لا بدهم يعدلوا هذا الموضوع مع هدول الجماعة، يعني كل من عم يجي
يشتغل بالبلد ويعمر ويساوي ويعمل، رح يتهاونوا معهم بهي القصة تبع اللغة. يعني عواب ما انه ينطلب منه لغة مشان اذا يجدد او يحصل على اقامة او كذا، عواب ما يطلبوا منه مثلا شرط اللغة اللي هو مثلا بي اينز او تسي اينز، يطلبوا منه مثلا خلينا نقول الاينز او الادس واي. ليش عم يفكروا بهذا الموضوع؟ لانه عم يقولوا لك انه هذا العامل وقت اللي عم يجي على البلد ليشتغل ولا يعمل ولا يساوي، فما عنده الوقت انه يروح يحضر كورس لغة او انه يعني يكون في عنده وقت لهذا الموضوع. فهذا الشيء وما عنده كونتاكت كتير يعني مع ناس، تمام؟ فلهذا الشيء انه بدهم ينزلوا له مستوى اللغة مشان اذا بده يحصل على الإقامة الدائمة او على الجنسية. نجي لموضوع الإقامة. هلا في ناس هون بألمانيا كانت تيجي مثلا تاخذ إقامة 3 سنين ويقولوا له مثلا بعد 5 سنين بتحسن تحصل على الإقامة الدائمة، تمام؟ اللي هي نيدرلاسونج إرلابنس. فهذا الموضوع كان انه شرط انه يكون صار لك 5 سنين بألمانيا، بعد 5 سنين من وجودك بألمانيا، تمام، بإمكانك بقى تقدم على الإقامة الدائمة. هلا بدهم يعدلوا، بدهم يساووا عواد انه ما يصير لك 5 سنين، تمام، انه تستنى 5 سنين بعدين تحصل إقامة دائمة. لا، بدهم يعدلوا، هلا بدهم ينزلوا من 5 سنين لثلاث سنين. يعني هلا بصير الواحد مثلا بياخذ إقامة 3 سنين، بعد 3 سنين اذا جاب الشروط تبع الإقامة الدائمة اللي هو مثلا عقد عمل، شهادة البي اينز اللي هو حد ادنى، بالإضافة لشهادة السياسي، الامتحان السياسي، وهالأمور هي كلياتها، تمام؟ طبعاً في استثناءات بالنسبة للناس اللي أخذين حماية، اللي معهم حماية لازم يكون في عندهم في شرط من شروط إنه يحصلوا على الإقامة. الحماية اللي هو بياخد إقامة سنة، بس ياخد الإنسان مثلاً هون إقامة سنة، لازم يشتغل 5 سنين، يدفع ضرائب 5 سنين لألمانيا، بالإضافة إنه يكون معه يأخذ مساعدات من الجوب سنتر أو من أي منظمة بألمانيا لحتى يحسن يقدم بعد 5 سنين من دفعه للضرائب على الإقامة المفتوحة. طبعا هي أمور تانية يعني ما رح نفوت فيها، بس إنه هلأ رح يعدلوا الموضوع إنه عواد ما يكون صار لك 5 سنين بألمانيا لحتى تحصل على الإقامة الدائمة رح يساوها من 3 سنين، تمام؟ منجي لموضوع الجنسية. موضوع الجنسية كان شرط بألمانيا يلي بده يحصل على الجنسية الألمانية لازم يكون صار له 8 سنين بألمانيا، تمام؟ لازم يكون صار له 8 سنين بألمانيا لحتى يحسن بقى يقدم على الجنسية الألمانية. طبعا في استثناءات، في استثناءات لبعض الناس، يعني مثل مثلا واحد اجا عمل انجاز بألمانيا، تجاوز اللغة، عمل مشاريع حلوة بفترة مثلا 5 سنين، هذا بإمكانه يحصل على الجنسية الألمانية فورا. يعني في استثناءات، بس هو القانون الأساسي أنه لازم يكون صار لك 8 سنين بألمانيا، بعد 8 سنين بإمكانك تقدم على الجنسية الألمانية، تمام؟ هلأ رح يعدلوا، هلأ رح يساووا يخفضوا من 8 سنين ل 5 سنين. يعني كل مين هلأ مثلا صار له 5 سنين بألمانيا وبعد 5 سنين عنده عقد عمل وبي اينز وشهادة الامتحان السياسي وكذا شغلة، بإمكانه يقدم على الجنسية الألمانية بعد 5 سنين. بالإضافة في حالات خاصة لناس مثلا ما تكون عاملين شغلات مميزة بألمانيا، مندمجين، عاملين شغلات جيدة بألمانيا، في شيء عاملينه مميز، بإمكانه ياخد الجنسية بعد 3 سنين. فبدنا ينزلوها من 8 سنين ل 5 سنين، تمام؟ والناس اللي عامل إنجازات شيء إنه مميز رح يخلوه استثناء إنه 3 سنين، يعني من 3 سنين بكون عامل شغلات مثلا جيدة بيقدم على الجنسية بياخد الجنسية الألمانية، تمام؟ هاي بالنسبة لموضوع الجنسية الألمانية. هلأ في عنا كمان دراسة قرار بتعديل قانون سحب الجنسية، تمام؟ يعني هلأ هون بألمانيا في قانون بيقول لك انه بيحق لهم هن يسحبوا من المواطن الجنسيه الالمانيه بحالات معينه، تمام؟ هلا بصراحه الحالات كلها ما عندي فكره عنها يعني شو هي، بس انه في حالات معينه بينسحب فيها الجنسيه الالمانيه، مثل مثلا واحد عمل جرائم، تمام،
عمل جرائم بألمانيا، هذا إذا كان ممنوح الجنسية الألمانية بيسحبوا منه الجنسية الألمانية. مثل واحد مثلا عامل شيء ضد البلد، تمام، هذا بينسحب منه الجنسية الألمانية. يعني في كتير أشياء بالقانون تبع سحب الجنسية الألمانية، يعني بألمانيا في قانون بيعطي الجنسية الألمانية وفي قانون بيسحب الجنسية الألمانية. تمام، فهذا القانون كمان رح يتم عليه تعديلات، في بعض التعديلات بدهم يعدلوها بالنسبة لهذا الموضوع، مشان هن وقت انه يعني قالوا لك انه عم يسحبوا الجنسية من مواطن ألماني مثلا او كذا، ممكن يكونوا احيانا انه مثلا متسرعين بقرارهم او ظالمينه بالقرار وكذا، فعم يدرسوا هذا القانون اكثر وبعناية اكثر، وبدهم يعملوا تعديلات عليه، نشوفها ان شاء الله بسنة 22 اذا الله احيانا. اخر قرار يلي هو بدهم يعملوا مثل حملات توعية، تمام، بالنسبة لموضوع الجنسية الألمانية. يعني بدهم يعملوا مثلا مثل منظمات هيك صغيرة بالنسبة لموضوع الجنسية، انه يشرحوا على الجنسية الألمانية اكتر، يشرحوا عن شروطها، يعملوا مثل انه برنامج انه كيف انك تحصل على الجنسية الألمانية، شو الشغلات اللي بتخولك انك تحصل على الجنسية الألمانية. يعني بدهم يعملوا انه مثل معلومات اكتر، وبنفس الوقت انه تشجيع اكتر للناس انها تتحمس انه يعني تشتغل بامور وراء الجنسية الألمانية. فبيعملوا بدهم يعملوا مثل انه هيك منظمات صغيرة او مثل دعاية صغيرة للجنسية الألمانية، بس بإرشادات وبمعلومات جيدة بالنسبة لهذا الموضوع. تمام حبايبي، حبايبي هذا الفيديو كان تبعي لليوم، سامحوني اذا طولت عليكم، بس معلومات شفتوا مختصرة كتير انا. فلا تنسونا من الاشتراك بالقناة وتعملونا لايك وتشاركوا الفيديو مشان يوصلكم كل جديد عندي بالقناة ان شاء الله. بتشكركم لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.